فهمت؟ باش الشرفي يغلط في 7 ملايين صوت، هيو ما دارهاش هكذاك 7 ملايين. عباك شحال لازم تراجع 7 ملايين ورقة؟ كل ورقة لو كانت تخصص لها ثانية مستحيل. 7 ملايين صوت لازم تتأكد فعلا. هو شوف الخطة مبرمجة بشكل كبير، يعني تعمد الخطأ ب7 ملايين صوت يفسر لك كاع المؤامرة كيفاش حدثت. أرادوا دفع الجزائر إلى إلغاء الانتخابات، فهمت؟ إلغاء الانتخابات. وهذا الناس اللي قامت بهذه العملية الانتحارية هذه، ماشي عملية نورمال. هذا الإنسان الذي يقوم بهذه العملية الانتحارية، هذا إنسان مجاهد، ماشي مجاهد، هو داير في باله بلي مجاهد، فهمت؟ مجاهد يعني مؤامرة كيما هذه اللي نفذها عن عقيدة. وعلاش أنا نصحت شرفي؟ قلت له يا شرفي راك تقوم بشيء، راك تقوم بجهاد، اسمع مليح باش يقول لك الناس. شوف دوك الناس تقول لي انت مهبول. ألم نحاول إقناع شرفي على أنه الشيء اللي راهو يقوم فيه جهاد في سبيل الله من خلال منع التكفيرين من الوصول إلى السلطة؟ وقلنا له يا شرفي ولا واحد ما يقدر يأثر عليك يقول لك أنت راك تشهد شهادة زور منه. بالعكس الشيء اللي تقوم به يا شرفي ربي راح يجازيك عليه. قلتها ولا ما قلتهاش؟ لو تشوف التاريخ الزمني اللي قلتها فيه راح تلقى عنده ارتباط بالمراجعة اللي خضع لها شرفي. قلنا له واحد ما يدورك يا شرفي، حنا بالنا بلي جاي الناس يتوسوس لك وتقول لك شهادة الزور وراك في موقع حساس تقدر تخدم القضية. يا شرفي ما تسمع لهمش يا شرفي. انت لما تمنع هذوك الناس من الوصول الى السلطة راك تقدم خدمة جليلة للإسلام لأنهم مفسدين. بصح شرفي يسمع لك انت؟ ما يسمع لكش. ذوك اللي جديد يقولك ما كاش منها ما قلتهاش. ما نصحناش شرفي؟ يا شرفي احذر، الذبذبات اللي توصلنا خطيرة جدا، رم يحاولون قلبك. احذر يا شرفي، احذر. شي لك تقوم فيه خدمة للإسلام، هذو الناس مفسدين. أنت من خلال تزوير ومنعهم من الوصول إلى السلطة تقدم خدمة للإسلام وللدولة. قلناها ولا ما قلناهاش؟ فيك واحد جديد يقولك أنت كذاب، ما كاش منها، راك تخرط على الناس وراك تسحر فيهم. نسحركم؟ أشهدوا. هاد الناس تشهد. قلناها في هذاك التوقيت. شوف لو يقبضوا شرفي يقولوا له أهدر، ويقبضوا توقيت الفيديو اللي قلت فيه الشرفي احذر، يلقاو تطابق زمني غريب جدا، غريب جدا. ما عندك ما تحسب له. ولهذا الشرفي باش يقوم بعملية انتحارية كيما هذه، السيد راهو قدم خدمة جليلة للإسلام، حور العين راه يتسنى فيه. هذه القناعة اللي راهي عنده، فهمت؟ هذه القناعة اللي خلات شرفي يقوم بهذا دوك انا كي نقول لك لا كونفيزيون، هذه الهدف تاعهم لا كونفيزيون. احذر، الانتخابات الرئاسية راح تكون امام تهديد واسمه لا كونفيزيون. احذر.